في مواسم كتيرة الأهلي يتعرض فيها لمواقف وقتها ما بتبقاش مفهومة وبتتدارى وبتستخبى في أرشيف التاريخ، ويجي وقت تظهر فجأة بما يفسرها، ربما لأنه أو المؤكد إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إنك لما تلاقي في حاجة معينة اتعملت بشكل مش قانوني يجي الوقت اللي تظهر الحقيقة فيه. موسم 2008-2009 من أكثر المواسم في السنوات الأخيرة اللي تعرض الأهلي فيها للظلم، بس لأن الأهلي لا من هواة البكائيات ولا عنده وقت يقعد يتكلم على كل اللي حصل له، على طول بيسيب اللي حصل ويكمل، ويمكن ده سبب من أسباب تفوقه التاريخي. مش بكاي ولا شكاي، هو على طول بيشوف اللي بعده. مؤخرا ظهر اعتراف بأثر رجعي. أحمد جعفر مهاجم فريق الاتصالات اللي انتقل للزمالك بعد كده تكلم على واقعة تخصه وهو في فريق الاتصالات لصالح الإسماعيلي اللي كان بينافس الأهلي في مباراة بين الإسماعيلي والاتصالات أدت إلى هبوط فريق الاتصالات، كان بيدربه كابتن حسام حسن. أحمد جعفر في الام بي سي مع إبراهيم فايق كشف الحقيقة بعد كل السنين دي. نشوف. كنت أنا في الاتصالات وإحنا بننافس على الهبوط، المفروض هنلعب الإسماعيلي فين؟ في بنها خلاص، وده ملعبنا وخدناه وقبلها ملاعبين المقاولين وكسبانين، فاحنا لازم نكسب الإسماعيلي أو نتعادل عشان نقعد يعني في الدوري. جاء أمر من اتحاد الكورة تنقل الماتش من بنها لاستاد الكلية الحربية عشان الإسماعيلي يكسب عشان يلعب ماتش بايظر مع الأهلي. لا اشرحها لي بقى تاني كده عشان أنت بتقول حاجة يا معلم كده ما تعديش. ما أنا بقول لك بقى، أنا عشان لعبت أنا في الاتصالات. استنى بقى فيتو. استنى فيتو. كان ساعتها كابتن حسام ماسك الاتصالات. عندنا هنلاعب الإسماعيلي والإسماعيلي لازم يكسب عشان يلاعب الأهلي الماتش الفيصل على الدوري. حلو. والماتش ساعتها كان المفروض يا كابتن عماد ملعبنا ملعب بنها. راح ناقلين الماتش من بنها عشان نلعب في استاد الكلية الحربية، وإحنا أصلاً ملعبنا واخدينه بنها. عشان عشان خاطر يدوا بقى ملعب احسن تلعبوا في مباراه في ملعب احسن. لا مش مباراه في ملعب احسن. عشان يسهلوا الدنيا شويه. عشان ايه؟ يسهلوا الدنيا شويه. يسهلوا الدنيا شويه. للاسماعيلي؟ طبعا. انت مسؤول على الكلام اللي انت بتقوله جدا. ما انا نزلت السنه دي، ما الماتش ده نزلني. مش نزلت عشان انتوا لعبتوا وحش يمكن. لا ما لعبناش مش فاكر الماتش. لا ما لعبناش وحش. كان في قرارات تحكيميه ضدكم في الماتش ده؟ كتير. انت مسؤول عن الكلام ده؟ انا مسؤول جدا عن الكلام ده. يعني كابتن احمد جعفر طبعا، اصل الموسم ده يا استاذ ابراهيم من برضه من المواسم التي يشكك البعض في احقيه الاهلي انه يلعب مباراه فاصله. يعني احنا مع اتحاد الشرطه كنا متاخرين، وبعدين كابتن ابو تريكه جاب جون، وبعدين هدفين في دقيقه كابتن احمد فتحي في دقيقتين، ومحمد طلعت كان لسه لعيب جديد. فالنتيجه 3-1. فقال لك اصل جون ابو تريكه في فاول. طب النتيجه مش 2-1، النتيجه 3-1. لا ما حدش بيتكلم. وكان لينا ضربه جزاء واضحه جدا جدا. يعني حتى من الحاجات اللي كان بيتلام عليها الحكم اسمه سيد ريشه. محمد كمال هلال ريشه. والموسم كله زي ما انت بتقول مليان احداث يعني ما اعرفش. فهو احمد طبعا كلاعب في الاتصالات بيتكلم في ماتش يخصه. ده شاهد من اهلها يعني. انما الحقيقه الموسم ده بالذات كان من المواسم اللي ملك وكتابه رصدها في وقتها بدقه. وفي 2011 كان البرنامج قدم تجميعه كامله للحالات اللي تعرض فيها الاهلي لظلم بين واعترافات ربما بلسان الحكام نفسهم. لانه جزء من مسؤوليات البرنامج مش بس الدفاع عن حقوق الاهلي، حفظ الحقوق والمشاوره على الخطا اللي فيها. اعتقد ده كان واحد من الفيديوهات المهمه لملك وكتابه عن مجزره التحكيم في 2008-2009. نفكركم بيها. خدعوك فقالوا إن النادي الأهلي لم يكن يستحق الفوز ببطولة الدوري العام موسم 2008-2009 والتي حسمت بعد مباراة فاصلة مع الإسماعيلي فاز فيها الأهلي بهدف أحرزه فلافيو.
ولأن الصورة لا تكذب تعالوا معنا نرجع سويا لنشاهد كيف خسر الأهلي 8 نقاط بسبب أخطاء تحكيمية وكيف كسب الإسماعيلي مثلها. ونبدأ بالأهلي. كانت بداية الأخطاء التحكيمية عندما ألغى السيد فتحي أمام اتحاد الشرطة في الأسبوع السابع هدفا ولا أوضح لفلافيو في بداية المباراة بحجة التسلل في خطأ فادح من حامل الراية، وزاد فتحي على ذلك بإهداء الشرطة ضربة جزاء، وعاد ليرفض أخرى أكثر وضوحا لأبو تريكة ليفقد الأهلي 3 نقاط ويعود فتحي لمدينته الإسماعيلية ليعترف ويحتفل على أحد المقاهي بأنه عرقل الأهلي من أولها. وأمام إنبي كان النحس التحكيمي مقرونا مع الأهلي بالرقم 13، إذ رفض الحكم محمد فاروق وبغرابة احتساب ضربة جزاء لمصلحة محمد بركات رغم وضوحها ليفقد الأهلي 2 نقطة أخرى. ومن جديد يظهر إنبي أيضا على مسرح إعاقة الأهلي تحكيميا وإيقاف انطلاقته براية وصفارة، إذ شهدت مباراة الدوري الثاني مذبحة جديدة للعدالة كان بطلها مدحت عبد العزيز في الأسبوع 28 عندما رفض احتساب ضربة جزاء لمصلحة الأهلي رغم وضوح لمسة اليد، ويخسر الأهلي 2 نقطة جديدتين إضافة إلى ما احتسب للآخرين من هدايا وهبات تحكيمية دفعت حسم البطولة إلى المباراة الفاصلة. لكن الأهلي وكالعادة كان أقوى من الظلم وأقدر ببطولته المفضلة. لا شيء بشيء يذكر، فالهدية للمنافس هي ظلم للطرف الآخر. لم يكن سهلا على الجماهير الأهلوية أن تتقبل الظلم التحكيمي الذي تعرض له فارسها الأحمر، وهي ترى أصحاب العدالة يتجهون بالأخطاء التحكيمية والتي توصف بالتقديرية لتسهيل مهمة الإسماعيلي إرضاء لمن كانوا يسكنون الباب العالي. على خط المصرية للاتصالات في مواجهة الدرويش كانت الهدية الأولى من الحكم سمير عثمان الذي منح أصحاب الأرض الفوز بغير وجه حقه في الأسبوع 14 عندما رفض احتساب هدف شرعي للاتصالات بحجة التسلل، وفاز الإسماعيلي 2-1 ليربح 2 نقطة بأخطاء تحكيمية. وكأن الاتصالات مرفوع من خدمة العدالة في مواجهة الإسماعيلي في مباراة الدور الثاني، إذ استفاد الدرويش من خطأ تقديري لحكم المباراة فأحرز الإسماعيلي هدف الفوز من كرة شهدت مخالفة غير محتسبة لفريق المصرية للاتصالات، ويفوز الدرويش 3 نقاط جديدة من مباراة شهد تحديد ملعبها جدلا واسعا ومشاكل كثيرة قبل أن يرضخ سمير زاهر ومن معه لتعليمات علاء مبارك نجل الرئيس السابق بنقلها إلى حيث أراد الإسماعيلي بملعب الكلية الحربية. وعلى شط الإسكندرية في الأسبوع 27 أهدى مدحت الحوفي 3 نقاط غالية من حساب الاتحاد السكندرية الذي حرمه الحوفي من ضربة جزاء صحيحة ليعود الدراويش 3 نقاط مهمة. وفي مباراة الأهلي والإسماعيلي بالأسبوع 20 كانت استفادة الدراويش واضحة من الخطأ التقديري لحكم المباراة، هدف المباراة جاء من ضربة ركنية غير صحيحة، فآخر من لمس الكرة كان أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي الذي سدد الكرة ولم تلمس قدم وائل جمعة ليفوز الإسماعيلي بنقاط جديدة ويخسر الأهلي مثلها ويصل معا للمباراة الفاصلة. وهكذا يتضح أن الأخطاء التحكيمية تقديرية وهي دوما مرة لك وأخرى عليك، والعبرة بمن يملك القدرة على قبول قرار العدالة مهما كان وفي أي اتجاه ذهب. تخيلوا كل هذه الأخطاء الواضحة التي يعني لا تقول لي فار ولا هي كانت بس عايزة إن التوجيه ما بقاش بالشكل ده. أخطاء حوالي 10-12 خطأ حرموا النادي الأهلي من الفوز وسهلوا فوز المنافس. لكن أنا اللي عايز بشكل عام بقى تعال نتكلم بالعقل. الدور الثاني الأهلي كان الأهلي متفوقا بحوالي 7 نقاط على النادي الإسماعيلي الدور الثاني. طب أنا عشان يجي يقول لك هو الاتحاد في ماتش اتحاد الكورة يعني بيجامل الأهلي عشان يلعب ماتش فاصل في ماتش طلاع الجيش. طبعا انا قلت لك ان احنا كسبنا الماتش ده 3-1. انت لو خدت ربع حقك طوال الموسم مش هتحتاج. لا سيبك من ربع حقك، لو انا بقى عايز اتامر لصالح النادي الاهلي اسيب الفرق يروح بالمنظر ده لحد ما يبقى فيه حافه الهويه. حافه هويه لازم اجامل الاهلي عشان يلعب ماتش فاصل
بخلصها بدري بدري بحقه بحقه. ايوه. انما تقول ايه بقى لما يجي واحد يحب يحرك مشاعر الانديه ضد النادي الاهلي ويدلس؟ احنا بندي الشريط ده لاي حد عايز يفنده ويرد عليه. واتمنى اي حد مهما كان تحيزه ضد الاهلي يفند هذا الشريط ويرد عليه لعبه لعبه. ده في كوره بتاعت احمد سمير فرج شايت الكوره لوحده في بتاع كورنر جه منها الجول. وفي بقى سيبك من ضربات الجزاء الواضحه جدا جدا والاوفسايدات اللي متغطيه جدا 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 والاتحاد السكندري اللي اتحرم من ضربه الجزاء واضحه جدا جدا جدا. صحيح. وفيها طرد يمكن. لان ماسك من الجذب من الفانيلا. انما هي عشان بس تغير التاريخ وتشوه النادي الاهلي. انت عارف السيد فتحي بتاع ماتش الشرطه ده اللي حسب ضربه جزاء طبعا شفناها الجون ما لمسوش وطار ونط وراح يقعد مع جماهير الاسماعيلي. ده قعد في ماتش كان في احد البرامج التلفزيونيه في قناه دكتور وليد دعبي صلى الله عليه وسلم مودرن سبورت كان بيعمل برنامج اسمه اهلاوي زملكاوي اسمه اهلاوي ولابس الجمهور لابس فانيلته الصفراء وده قاعد في وسطهم في نفس الموسم مش بعد ما اعتزل. يعني بعد ما ذبح الاهلي في هذه المباراه بيحتفل لغى جون وما حسبش ضربتين جزاء واضحين جدا الاهلي واحتسب ضربه جزاء وهميه للاهلي امام الشرطه خسر بيها في نفس الماتش راح قاعد في وسطهم ويسقف معاهم ويغني معاهم. طيب ده بس اظهارا للحقيقه وتاكيدا على هذا الاعتراف باثر رجعي.